اهلا بيكم يا جماعه في حلقه جديده من قناه كينج هيستوري. القناه بتتكلم عن كل الحضارات من بدايتها لنهايتها، واظن انه الحمد لله هو رجعنا تاني ننتظم في الحلقات، مش حرمكم من حاجه اهو، حلقات كل يوم اربع اهو. يلا نخش في الموضوع. ودلوقتي هنتكلم في الجزء الثاني من فرعون موسى عن دار الافتاء المصريه وكان ايه دورها في فكره فرعون موسى. دار الافتاء لما طلعت تقرير بيتكلم عن من هو فرعون موسى، قالت ان اقوال المفسرين وعلماء التاريخ بترجح، مش بتاكد، بترجح ان فرعون موسى هو رمسيس الثاني، بس في نفس الوقت ما كانش فيه دليل قوي على الكلام ده. يعني مثلا ما كانش فيه اثر او برديه او حاجه مكتوبه من عصر رمسيس الثاني بتاكد كده، وفي نفس الوقت ما نقدرش ناكد ان رمسيس الثاني هو فرعون موسى، لان رمسيس الثاني ليه اثار ومذكور في القران ان اثار فرعون موسى تم محوها بالكامل قبل سيدنا موسى ما ياخد بني اسرائيل ويروحوا على ارض كنعان اللي هي ارض فلسطين او اورشليم دلوقتي. فالقول ده مش مترجح قوي او مش مزبوط بدليل قوي، ده اقوال ونظريات للمفسرين وعلماء التاريخ، مش راي قوي نقدر نعتمد عليه في فكره من هو فرعون موسى. برضه في نفس التقرير اللي طلعته دار الافتاء المصريه بتقول ان فرعون موسى عاصر اتنين من الفراعنه، واضافت برضه في نفس التقرير ان في شيخ جليل اسمه الشيخ رشيد رضا بيقول او بيعتقد ان فرعون موسى هو الملك من بتاح. طب ازاي هو الملك من بتاح؟ احنا بنقول ان فرعون موسى ربنا قضى على كل الاثار اللي سابها من بعده، وفي نفس الوقت الملك من بتاح ليه اثار، والدليل اللي ليه اثار انه ليه اسمين، الاسم الاول الملك من فتاح وده موجود على عواميد معبد الكرنك في الاقصر، وفي نفس الوقت على لوح اسرائيل او لوح من بتاح اللي موجود في المتحف المصري بيقولوا ان اسمه الملك من بتاح. معنى كده ان الملك من بتاح او الملك من فتاح ليه اثار، يبقى ازاي هو فرعون موسى وربنا قال في القران ان فرعون موسى اتمحت كل اثاره؟ معنى كده ان الراي ده برضو يعتبر اعتقاد مش دليل او مالوش شيء موجود نقدر نقول ان الملك من بتاح هو فرعون موسى. برضو في نفس الوقت بيذكر الشيخ رشيد رضا رحمه الله عليه ان من المرجح ان بيكون فرعون موسى هو الملك من بتاح. طب ايه الدليل على كده؟ بيقول ان المفسرين والمؤرخين القدامى او المؤرخين المتاخرين واللي بيعتمدوا على العادات والتقاليد المصريه القديمه اللي كانت في عهد الفراعنه ان الملك من بتاح هو فرعون موسى، وكان لقبه سليل اله رع. معنى كده ان هو ما كانش بيحب ان يكون في اي اله بينافس او بيكون بيدعو لشيء ضد فكره عباده الاله رع. في نفس الوقت الشيخ رشيد رضا حط دليل مادي وملموس على ان من بتاح هو فرعون موسى، وهو الاثر المتبقي في المتحف المصري اللي هو بيذكر باسم لوح من بتاح او لوح اسرائيل او الاثر رقم 4325، وبيقول برضو ان ده لوح اسرائيل واللي اول مرة اتذكر فيه اسم الملك من بتاح. وفي نفس الوقت قال الدكتور سيجموند فرويد ان بيعتقد ان سيدنا موسى هو واحد من الامراء المصريين المقربين ان كانوا موجودين في عهد الملك امنحتب الرابع او اخناتون، وفي نفس الوقت اخناتون او الملك امنحتب الرابع كان بيدعي لعبادة قرص الشمس. وفي نفس الوقت بيكمل الدكتور سيجموند فرويد كلامه وبيقول ان في نهاية عهد الملك امنحتب الرابع حصلت الردة وانهار حكم الملك امنحتب الرابع، طبعا ده كان بعد وفاته، وتم استبعاد سيدنا موسى وحاول ان هو ينصب نفسه كزعيم بعد ما انتهت فكره انه يكون حاكم للبلد. واتزعم بعد كده سيدنا موسى بني اسرائيل وعمل لهم دين جديد استوفاه من الديانه التوحيديه اللي كان بيدعي ليها امنحتب الرابع، وحاول ان هو يخرج بيهم من مصر خروج سلمي. وفي نفس الوقت بيكمل الدكتور سيجموند كلامه وبيقول ان سيدنا موسى حاول يخرج ببني اسرائيل خروج سلمي ما فيهوش اي مطارده، وحاول ان هو يخرج بيهم لارض كنعان او ارض فلسطين اللي هي ارض اورشليم وقتها بدون مطارده، واختار ارض فلسطين او ارض اورشليم عشان الارض دي كان انحصر عنها النفوذ المصري في عهد امنحتب الرابع، وفي نفس الوقت قال ان الخروج كان في عهد الملك توت عنخ امون. وبرده الدكتور ويلسون كان ليه راي في فكره من هو فرعون موسى، وكان راي الدكتور ويلسون ان هو مؤيد جدا لفكره الدكتور سيجموند اللي بتقول ان فرعون موسى او فرعون الخروج هو توت عنخ امون، بس الدكتور ويلسون ضاف عليه شق صغير جدا بيقول ان سيدنا موسى انتهز فتره الضعف اللي كانت موجوده في عهد الملك اخناتون او الملك امنحتب الرابع، وحاول ان هو يخرج ب
بني إسرائيل في عهد الملك أمنحتب الرابع، وكان بينتهز فرصة الضعف اللي سادت مصر في عهد خلفاء الملك أمنحتب الرابع، وهما سمنخ كارع والملك توت عنخ آمون. وفي نفس الوقت بيكمل الدكتور ويلسون كلامه وبيقول ان سيدنا موسى نجح بالخروج من بني اسرائيل، ما كانوش في ارض فلسطين او ارض كنعان، كانوا في صحراء سين. وحتى الملك خوفو ما سلمش من فكرة ان هو يعتقد او يرجح ان هو فرعون موسى. وفي نفس الوقت علماء الاثار بيرجحوا ان الملك خوفو هو فرعون موسى عن طريق القصة اللي اتذكرت وكانت موجودة في عهد الملك خوفو، ان السحرة عملوا عرض لسحرهم قدام الملك خوفو. بس تفاصيل القصة دي مختلفة تماما عن تفاصيل القصة اللي حصلت قدام فرعون، اللي حصلت ما بين سيدنا موسى وما بين السحرة اللي كانت يوم الزين. وفي فريق من المفسرين والمؤرخين رفضوا جدا فكرة ان فرعون موسى هو الملك خوفو، وبيقولوا ان القرآن ذكر ان فرعون موسى تم انهاء اثاره وزالت ومبقاش ليها اي وجود. في نفس الوقت الملك خوفو اثاره موجودة، واللي منها تمثال الشمع اللي موجود في المتحف المصري، والهرم الاكبر اللي جثته موجودة فيه وتابوته موجودة فيه، والتمثال الصغير اللي طوله 7 سنتي اللي مصنوع من الذهب الخالص. وفي نفس الوقت اتكلم الدكتور زاهي حواس في اقدر من مناسبة عن الفراعنة او الحكام اللي عصروا دخول سيدنا موسى وسيدنا يوسف لارض مصر. واكد الدكتور زاهي حواس في اكتر من مناسبه ان مفيش اثار مصريه، برديات او تماثيل او مخطوطات او حتى اراء بتاكد ان فرعون موسى اثاره موجوده، وان احنا نقدر نثبت ده بكل اللي بيتقال دلوقتي هي مجرد نظريات واراء وتكهنات واجتهادات من المؤرخين والمفسرين. دلوقتي يا جماعه انا حابب اتكلم معاكم شويه عن رايي الشخصي، وانا شايف ان فكره ان احنا نلاقي دليل اثري واحد على فرعون موسى ده شيء بيعتبر شبه مستحيل، وعشان كده فكره البحث عنه اثريا شيء صعب جدا وبيصل لدرجه المستحيل. والفكره اللي مخلياني بعتقد ان صعب ان احنا ندور على فرعون موسى بشكل اثري، ان ربنا عز وجل ذكر في كتابه العزيز وهو القران ان ربنا هدم ودمر كل اثار فرعون موسى بعد فرعون موسى ما غرق، وده بيتفق جدا مع فكره ان فرعون موسى من الهكسوس. طبعا في منكم هيجي في دماغه السؤال، طب ليه انا معتقد ان فرعون موسى من الهكسوس؟ ده لان الهكسوس فعلا احنا اجتهدنا ان احنا نلاقي لهم اي اثار، بس لغايه النهارده مفيش اثر او دليل مادي واحد بيتكلم عن الهكسوس. انما الملك رمسيس الثاني والملك منبتاح والملك تحتمس الثاني والملك احمس الاول والملك خوفو، كل الملوك دي اثارهم موجوده ومشهوره ومعروفه، وفي سياح بيجوا من بره مخصوص عشان يشوفوا الاثار دي. عشان كده انا رايي الشخصي انا شايف ان فرعون موسى هو ملك من الملوك اللي كانوا موجودين في عهد الهكسوس. وطبعا يا جماعه ده رايي الشخصي، وانا طبعا احب اشوف ارائكم في الكومنتات تحت، وهتلاقوا لينك الفيسبوك والتيك توك بتاعي تحت في الديسكريبشن. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقه النهارده، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. سلام عليكم.